هيك لكان. مالي فهمانة شلون بده يطلع منها. لك على القليلة الواحد بيلعب لعبة يكون ضمنها ما ينكشف فيها. هذا من ثقته بحاله الكبيرة. بتعرفي الظاهر انه هي أول مرة بيتعامل مع خبراء مثلنا. المهم هلا شو الخطة؟ لكن هون خليكي معي وأنا رح أتصل بديمة. اجمعها معنا على الخط ونخطط سوا. إيه؟ ديما خليكي معي نهاوند معنا على الخط. ايه ايه مرحبا نهاوند، كيفك شو اخبارك؟ تطورات مثل ما نحاسبينها. تمام. حلو، كتير حلو. معناته الانتقال للخطة بي هلأ صار ضروري. طابي عندك ولا يهمك، من بكرة يبدأ التنفيذ. بقى فهمت علي؟ لا والله ما فهمت. الاستاذ نصوح بدك تشوفي فهمناها. لشو هلف والدوران؟ اختي لا لف ولا دوران، دقي له قولي له في وحده بدها تشوفك. من الاول هيك. استاذ نصوح؟ ايوه. الدكتوره ديما بدها تشوفك. يا ميت اهلا وسهلا، ليلى تشرف فورا على المكتب. شكرا استاذ. شرفي دكتوره ديما. يا اهلا وسهلا. اهلا بالدكتوره ديما. ديما اهلا وسهلا دكتوره ديما، شرفتي. الدكتوره بشو بالله؟ دكتوره بالصيدله. بالصيدله اهلا وسهلا بالصيدله كلها. شو هالحظ اللي لي انا؟ يمكن هي اول مره بتشرفينا هون بالمكتب. ايه بس ان شاء الله تكون فاتحه خير. لا اكيد ضروري حتكون فاتحه خير. تفضلي. طبعاً أنا ما رح أسألك بشو بقدر أخدمك، لأنه أنا متأكد إنه رح أقدر أخدمك. أنا واثقة من هيك. شوف أستاذ، أنا لازمني سفرة غير جو، لأنه داخلي بالبلد لازمني تغيير. وصلتي، صدقيني وصلتي. فأنا هيك حابة أعرف يعني شو الشروط اللي عندكم لحتى أنا أقدر سافر. ليش؟ قديش؟ كيف؟ ما في شيء أبدا، في شرط واحد صغير بس، وهو أنك تقبلي الدعوة المتواضعة لمدير الشركة هاي الليلة على العشر. وقعت والله وقعت. أجمل إنسانة أنا شفتها بحياتي بصراحة. أنا شفت كتير بس هلأ كله صار ورا ظهري. تسمحي لي يا أنسة ديما تسمحي لي قلك إنه أنا حبيتك من أول نظرة. يا ريت بقدر قلك نفس الشي بس معلش أنا ماني مستعجل على شي. المهم هلأ إنه وصلت اللي بدي اياه. شو بده الواحد من الدنيا غير يكون معه بنت رايقه وحلوه تملى عليه حياته؟ مصروح خد كل هي. شو هي؟ هي بونبونه على نعنع عشان الحيويه والنشاط وهي. طيب مو منك؟ طبعا طيب. ايه كمل. شو بدي كل الحكي؟ ليش الحكي عادي يطلع معي؟ هلأ ما طلع معك الحكي الحلو؟ إيه أنا لما بشوف هيك جمال بيرتبط لساني وقلبي بيصير بيعزف ألحان بيخلي عقلي بحالة سبات مؤقت.
من قلبك الحكي؟ من قلبي وأكثر صدقيني. طيب عن إذنك دقيقة. إيه؟ إذنك معك. ما بطول. تفضلي. سوري طولت عليك. خير نصوح حبيبي شبع؟ اه لا ابدا بس بس شو؟ احنا قديه صرنا قاعدين هون؟ صرنا شي نص ساعة. انت عازمني على العشاء ولا تراجعت؟ لا 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 شو تراجعت؟ معقول انا اتراجع؟ مستحيل. ايه وين كنا؟ شو كنا عم نحكي؟ شو كنا عم نحكي؟ كنا عم نقول امتى بدنا نكتب الكتاب؟ ايه بأقرب وقت ان شاء الله. بأقرب وقت نكتب الكتاب. بس انا ما بعرف شو صاير لي هيك ناس عم يجاني. تاخذ بونبوني؟ لا 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 بونبوني واحدة بتكفي. شو القصة؟ ما عم فهم شو عم يصير معي. صار لي ما أعرف. حس حالي دايخ. شو نصوح؟ قصاك تعبان؟ آه؟ مين؟ ليه؟ ولا؟ شو نسيتني؟ أنا حكمة أكيد إحنا قاعدين سوا بناء على دعوتي للعشاء يا مهي. لا ما تحكي عن جد ولا عم تمزح؟ على مهم شكلي تعتبرني أنا اللي عزمتك يعني. لا 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 مو هذا القصد. بس أنا ما بعرف شو صاير لي. شكلي مشوش وماني عارفان مع مين قاعد. هلا مو المهم مع مين قاعد، المهم قاعد مع وحدة حلوة ورايقة. ايه 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 تمام. ويا ترى يا صاحب اللسان اللي عم ينقط العسل، أنا أي وحدة فيهم؟ حلوة ولا رايقة ولا ناعمة؟ انت اكيد الحلوه. طيب وانا انت اكيد الرايقه، مو هيك ولا انا غلطان؟ طيب وانا انا 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 انت 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 والله مصيبه المصايب. لك انا شلون فاتتني انه انتوا الثلاثة صيادلي؟ لك حتى لو ما كنا صيادلة اساسا لعبتك اسخف من انه تمرق علينا. ايه بس انا لو كنت منتبه ما كنت اخذت منكم البنبونة بالاساس. بس تعرفوا بتعرفوا انكم مهضومين كثير. شوفوا لقيتكم الشرع سمح بأربعة. وانتوا الثلاثة حلوين. يا حبيبي روح دور لك على وحدة تحبك فيه قبل ما تيجي ترسم على ثلاثة. ايه